اليوم في العراق تواصل حكومة العباد إعدامها للمعتقلين في السجون العراقية على الرغم من معارضة الكثير من الدول ذلك. لماذا؟ وما هي دلالات الوقت؟ وكيف يمكن إنهاء هذه الظاهرة؟ هل هذه القضية وغيرها من الانتهاكات تؤكد انتهاك العدالة في العراق؟ من الذي أسهم في انتشارها؟ ومن كان المتسبب في كافة الانتهاكات في العراق؟ الأمم المتحدة اليوم تدعي إنشاءها لجنة للتحقيق في جرائم داعش بالعراق. ماذا عن الانتهاكات التي تقوم بها القوات الحكومية وميليشيات الحشد الشعبي والميليشيات الإيرانية وغيرها في العراق؟ ألا تستحق كلها التحقيق؟ برنامج حوار سياسي يأتيكم بعنوان: هل تواصل الإعدامات يؤكد انعدام العدالة في العراق؟